How many revolutions are completed by a top spinning with a constant angular velocity 3 by rad per second during 20 second time interval? طالما constant angular velocity معناه ان الدلتا ثيتا بتساوي اوميجا نوت في تي، هي الاصل، زائد نص الفا تي تربيع. بس طبعا دي بصفر لان الالفا هو قال لي كونستانت انجولار فيلوستي، معناه ان الالفا تساوي صفر، وبالتالي الدلتا ثيتا هتساوي الاوميجا نوت اللي هي 3 باي الزمن 20 يساوي 60 باي راد يساوي 60 باي على 2 باي يديني 30 ريفوليوشن. ليه؟ لأن كل واحد ريف بتساوي 2 باي راد. المعلومة دي لازم تكون عارفها أو مبرشمها أو حافظها أو كاتبها على صوابعك.